من هو الطواش؟ طبعا الطواش هو تاجر اللؤلؤ المتعارف عليه في الخليج العربي، هو ممول، بعضهم يكون ممول للسفن، بعضهم يكون طواش عميل يعني. الطواش اللي يشتري، البياع الشرائي اللي يشتري الصبح يبيع قبل الظهر مثلا يحصل مبلغ بسيط. فالطواش هو بهذا المعنى يعني، هو تاجر اللؤلؤ. هذا الموروث نحن كعائلة يعني كان من الطفولة موجود عندنا يعني وتوارثناه. كل الوسائل متوفرة اليوم، سواء كانت في الهيئات الثقافية أو في الجامعات أو في المعاهد والمؤسسات الثقافية اللي علاقة بالموروث الثقافي. فعلى الباحث أو على المهتم في هذا الأمر أن يبرز هذه الثقافة بطريقة حديثة، بطريقة مبتكرة ممكن يتفاعل معها الجمهور سواء كان المحلي أو حتى الأجنبي.